مازال لقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما في برنامج لامولاتي، برنامج المرأة الطفل والأسرة، ومع فقرات متنوعة جدا. إذا كيف قلنا غتشارك معنا سعاد من تيزنيت، وللأسف فكاين تشويش في البورتابل ديالها وكنحاولوا ناخذوها يعني في هاتف آخر، فغادي نحاولوا على أننا ناخذوا مازال معنا سعاد على الخط. ألو سعاد. ألو السلام عليكم سنة. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله يسلمك خير. ما بغيتيش تشاركي معنا اليوم سعاد؟ لا حاسه حاسه بالعكس. كنضحكوا. ربي يخليك سنة، ربي يخليك. دابا أنا البورتابل طفيتي حيت كيتصلوا بيا الأخوات ولا شي حاجة طفيتو، إذا فيك الصدمة ما اتصلتوش بيا. هذا مركزة معنا، ما كاين حتى مشكل. كنضحكوا، ما كاين حتى مشكل. مرحبا، هذا هو المباشر. انا ملي اتصلت بيا سميحه وانا فرحانه بالعكس. الله يبارك فيك لاله، ما كنخلوش عليكم لاله. الحمد لله كنضحكوا معك. ربي يخليك. شنو مجدنا اليوم سعاد؟ نعم حبيبه، انا مجدلك اليوم غدا ندير لك ان شاء الله بواحد لاطاط ديال كريمه بالليمون. واخا. وواحد الاخت كانت من كادير طلبتني شحال هذه، قالت لي شي تقريبا شي اسابيع، قالت لك عزز عليها الفلفله، وقالت لي شي حاجه تكون فيها الفلفله شي طاجين ولا تعزم. مجدلها واحد طاجين ان شاء الله رائع بالفلفله معمره ديال اللحم بالفلفله معمره بالروز. ايوا ان شاء الله. وعندنا واحد الفلو، وعندنا واحد الحليوه مملاحه. واخا ان شاء الله حشمنا. الحمد لله خير. هذا حاجه اخرى ان شاء الله الا بقى الوقت. واخا نبداو بطاخت بالليمون ان شاء الله باذن الله. عندنا ان شاء الله فيها واحد ربعه ديال الفرص، 250 غرام ديال الفرص. عندنا 100 غرام ديال الزبده، عندنا قبيصه ديال الملح، عندنا باكيه ديال الخميره ديال الحلوه، عندنا 5 المعالق ديال السكر سنيده، عندنا البيض على حساب. انا كندير بعدا مرات شي نطرب جوج بيضات، ولكن كناخذ القياس اللي غادي يرمل لينا هذا العجين. غادي نديرو ان شاء الله الفرص في واحد الاناء، وغادي نزيدو عليه 100 غرام ديال الزبده، تكون لينه تكون شويه مخوفه، ونزيدو ان شاء الله قبيصه ديال الملح وبكيه ديال الخميره و5 المعالق ديال السكر سنيده، وكنرملو باليد ديالنا حتى كتدخل ديك الزبده مزيان، وكنبداو نزيدو البيض شويه بشويه حتى كترمل لينا العجينه. حنا ما تكونش العجينه مرخوفه، غير كترمل تقريبا بحال الكسكسو ولكن هي شاده شويه. صافي غادي نقسمو هذيك العجين على ثلاثه ديال الاجزاء، غادي جوج ان شاء الله، وحده غادي نحتفظوا بها وجوج غادي نشدوهم ونديروهم في ديك الطاوه ديال خاصه ديال لاطاط اللي راه تكون مشرطه في الجنيبات. غادي نقادوها مزيان ونقادوها تنطلعوها من الجوانب حتى تتقاد مزيان، وغادي ندخلوها للفران غادي نطيبوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. صافي وغادي نخرجوها عاد صار شويه عاد تشد فراسها. غادي ان شاء الله نديروا الكريمه. الكريمه كتكون عندنا جوج كيسان ديال عصير الليمون وكاس ديال الماء، غنديروهم في كاسرونه، غادي نضيفوا ليهم جوج ديال الاصفار البيض، وغادي نزيدوا لهم قشره ديال الحامضه محكوك، وغادي نزيدوا لهم 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نزيدو لهم جوج معالق ديال النشا، وغادي نخلطو كلشي مع داك عصير الليمون وديك الكويس ديال الماء، نخلطو مزيان حتى كتذوب لينا هذاك النشا وديك السنيده، عاد نحطوهم فوق البوطه. حنا مع التحرك كنحركو بواحد المغرفه ديال الخشب ما كنفوتوش، راه دغيا كيجمد لينا. صافي غير كنديرو كنحطو نحيدو على النار وكنبقاو نخلطو واحد شويه واحد ثواني هكا، وكنخويو على ديك لاطارت. كنقادوه راه كيكون شويه جاري هوايا، كنخويوه على ديك لاطارت ديالنا اللي خرجنا من الفران، وكناخذوا هذاك العجين اللي بقى لينا داك الجزء الثالث كنفركتوه نحكوه ولا نحاولوا نفركتوه بحال الشكل ديال الكسكسو فوق من هذاك الوجه ديال ديك الكريمه. ايه صافي وكنردوها للفران حتى كيبان لنا هذاك ديك اللي فركتنا فوق ديك العجين اللي فركتنا تبان لنا تحمر، وراه هي كتبان لنا تحمرات من الجوانب، وكنخرجوها ديك خليوها حتى كتبرد، كنزينوها بالشكلاط على حسب اما كنفكوه اما داك الشكلاط داك الحبيبات ديال الشكلاط على حسب الذوق ديالنا داكشي اللي بغينا. الله يعطيك الصحه. وكنخليوها اختي سنة حتى كتبرد، حيت ديك اللي قطعنا ديك الساعه الكريمه شويه فيها كتخرج لينا، كنحاولوها حتى تبرد وكنقطعوها. راها عندي في لاباج ديالي اطمئن سعاد في الفيس، وراها بالمقادير ديالها، راني حاطاها بالمقادير ديالها. واخا تبارك الله عليك. ربي يخليك اختي سنة. نمشيو لثاني اقتراح. ان شاء الله عندنا داك الطاجين ديال اللحم بالفلفله. عندنا تقريبا كيلو ديال اللحم البقر. كنغسلوه كنقطعوه طروفه شويه مرصوات يكونوا كبار. كنديروه في الطاجين ديالنا. كنقطعوا فيه تقريبا واحد جوج ديال البصلات متوسطين. نضيفوا ليه واحد نص كاس ديال الزيت.
والتوابيس كنجبير والابزار والخرقوم واحد شويه راس معي القا ديال البسيبيسه وقعقله والمليحه واحد شويه ديال الزعفران الحر شويه ديال الثوم شويه ديال الربيع كنشحروا هذاك الطاجين مزيان حتى كيتشحر لينا وكنرويوه بشويه ديال الماء وكنخليو عليه حتى كيطيب لينا تقريبا نص طايبه كنضغط عليه بالمعلقه اللي نحسو بيه راه شويه هذا كناخذوا الرز ديالنا كنديروه تقريبا واحد زليفه كبيره ديال الرز على حسب الفلفلات بحال مثلا هاد الزليفه كتعمر لنا 6 ديال الفلفلات 6 الفلفلات يكونوا متنصفين اما نكرهوش يكونوا متلولين راه ما يكونوا عاطين المنظر كانوا خضرين راه عاديين ماشي مشكل كناخذوا داك الرز كنسلقوه نص سلقه وكناخذوا ليه شويه ديال لاصوص من داك الطاجين واحد جمعي قات ولا ثلاثه كنزيدوا عليه واحد قفيصه ديال الملح وكنزيدوا عليه واحد رويس معلقه ديال القرفه كنزيدوا عليه تقريبا واحد كاس ديال العنبه ديال الزبيب يكون مغسول ونزيدوه على داك الرز كناخذوا هذيك الفلفله كنديروها فوق البطاير شويه دوك 6 الفلفلات غير شويه غير تترخى لينا شويه تشوى شويه تعطينا داك اللوغو ديال داك الحريق ديال هذا كتجي كيجي زوين في الطاجين كناخذهم نشويهم واحد شويه وما كنقطعوش لهم دوك الريوسات انا دوك اللي كينوضوا منهم غادي نخليهم بعدا ديالها غادي نفلحوهم على الطاول وغادي نضغطوا عليهم بيدات كيتحلوا بحال ما هكا كنبداو بالمعيقه حتى كنعمروا داك الخليط ديال داك الرز مخلط مع سميتو مع الزبيب كنعمروا هذوك الفليفلات وكنستفوهم فوق الطاجين يجيو كواقفين كناخذوا واحد القبيطه ديال القزبر والمعدنوس كنحطوها في الوسط ديالهم وكننقصوا البوطه ما نكرهوش تكون عندنا هذيك واحد الانيه راه كتحط على النار خاصه ديال الطاجين هذيك باش بحال اللي غادي يجينا بحال اللي طايب على الفاخر وكننقصوا كيبغي شويه ديال الوقت راه غادي يطيب يجي رائع وبصحه وراحه. اكيد الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. ربي يخليك انا عندي اختي واحد الحلوه قالت لك واحد الشوسو زوينين كيمشيو مالحين وكيمشيو حلوين. واخا العجين ايه. العجين ان شاء الله عندنا نص ربع ديال الزبده. عندنا واحد 10 ديال الفرماجات مثلثين. عندنا باكيه ديال الخميره ديال الحلوه وقبيصه ديال الملح. هذا الشيء اللي عندنا في العجين. وعندنا الدقيق على حساب الخليط بعض المرات كتهز لي ديك الزلافه وناص زلافه كبيره بحال ما هكاك المهم كنشدوا ديك الزبده تكون لينه وكنزيدوا عليها داك الفرماج وكنبقاو نضربوا بيدنا حتى كيتخلط لنا الفرماج مع الزبده مزيان كنزيدوا القبيصه ديال الملح والباكيه ديال الخميره ديال الحلوه صافي هادشي العجين اللي فيه وكنبداو نزيدوا الدقيق بشويه بشويه وحنا كنعجنوا تتولي لنا العجينه هي كتجي لينه مع داك الفرماج كتجي زوينه في الخدمه المهم نحسوا بها بانه راه غادي نطلقوها ما تلصقش لينا طلقوها بالمدلك وداك الشيء ونقطعوها بالمرشم المهم ما تلصقش لينا غادي نديروها في واحد البلاستيك وغنخليوها ترتاح تقريبا واحد نص ساعه في هذا الاثناء غادي يكون عندنا ربع ديال اللوز مسلوق ومقشر ومطحون وغتكون عندنا ربع ديال الزبيب غادي نكونوا في الزقله غسلناه وفي الزقله بشويه ديال الماء الزهر تقريبا واحد ساعه تقريبا ما قال لي واحد نص كاس ديال الماء الزهر ديك الربعه ديال الزبيب نرشوها بداك الماء الزهر ونخليوها حتى تزاد نحسوا بها رطابت وكنصفيوها من ديك داك الماء الزهر وكنقطعوه طريفات. اللوز ما مقليش ياك؟ اللوز لا ما مقليش هكاك. وكنزيدوا داك الزبيب قلنا مقطع طريفات كنخلطوه مع داك اللوز اللي رحنا طحناه. راه قلنا دابا غادي يجي هذه راه مالحه داك الشيء علاش ما خلطناش درناش السكر مع اللوز. صافي غادي نزيدوا واحد القشره ديال الحامضه. وغادي نخلطوا هاد العقده وندير تكون عندنا واحد شويه ديال الزبده دايبه واحد جوج معالقات تقريبا نرشوا بهم على ما تتكون لينا هكايا تدير لينا حريبلات صافي غادي نخليوها على جانب على ما ترتاح لينا العجينه غادي نرشوا الطاويله بدقيق الفرن غادي نحطوا ديك العجين وغادي نطلقوها بالمدلك كنرشوها من الفوق ومن التحت كنرشوا الدقيق ما عندناش مشكل قد ما رشيناه نرشوا وكنطلقوا بالمدلك مزيان كيكون عندنا داك المرشم على شكل دائري ولا كاس ديال العنبه الا ما كانش عندنا يكون عندنا كاس ديال العنبه كاس ديال العنبه هو القياس ديالها كنقطعوا كل شيء دوائر وكناخذوا داك الحريبين اللي غادي يكفي لينا تقريبا قياس معلقه صغيره هكا كنا كنحطوه في ديك الدائره وكنسدوا عليه وكنسدوه كيولي يجينا بحال شوفه وكنجلسوا وكنشكلوهم كنقادوهم مزيان وكنجلسوا عليهم بالفرشيط من دوك الجنيبات اللي فين كانت مشلوله صافي وكنسدوه في الطاوه بغينا نشكلوا واحد الشكل اخر نفس الدائره هذيك كنديوها نحربلوها بيدنا نحربلوها وكنديروها على شكل كعبه ديريكت كنطلعوها نوقفوها على شكل كعبه وكنقشوها حتى هي بالمنقاش داك ديال الكعب صافي وكنحطوها يمكن لنا قلت لك غادي تخرج لنا فيها جوج ديال الشكيلات الا حنا بغيناها حلوه وداك الشيء ما يخرج لنا حنا نفندوها في السكر كلاصي صافي وراه حلوه ان شاء الله غادي نلوحها لكم يلاه درتها غير هذا الاسبوع غادي نلوحها لكم ان شاء الله ان شاء الله هذا
يعطيك الصحة، ساهل وخفيف. إيه وقلتي لنا هذا العجين يمشي يعني مالح ولا حلو؟ يعني يمشي مالح ويمشي حلو تماما. عندي أختي سنة واحد الفلو إلا كان باقي الوقت. تفضلي نختموا به. زوين ديال الدار وداك الشيء الوليدات رائع. عندنا تقريبا واحد نص لتر ديال الحليب غادي نديروه في الكاسرونة ديالنا وغادي نديروه حتى كيفيض وغادي نزيد نخويوه في الخلاط كهربائي. غادي نزيدوا ليه ثلاثة ديال المعالق ديال السكر سنيدة وغادي نزيدوا ليه واحد الباكية ديال لافاني وغادي نزيدوا ليه ثلاثة ديال المعالق ديال الكوك. الكوك يكون جديد يكون زوين. غادي ندير واحد ثلاثة ديال البيضات نديرهم في واحد الزليفة نهرسهم كلشي ونديرهم في واحد الزليفة وراحنا كنخلطوه. حنا كنخويوه في ذاك الثقب اللي كيكون في الكاس ديال الخلاط بشويه بشويه. حنا كنخلطوا ديك البيضات وحده مور وحده كنضربوا حتى كنضربوا بهم مزيان مع داك الكوك مع كل شيء مع داك الحليب سخون صافي كنخلطوهم حتى كنضربوا بهم مزيان وكنهزوهم وكنصفيوه في الصفايه على حساب داك الكوك باش يحيد لينا صافي خدينا المذاق ديالو صافي غادي نصفيوه. قلتي لنا السيترو ديال الحليب نفيدوه في الكاسرونه وعاد داك الحليب نديروه في داك الخلاط الكهربائي ونضيفوا ليه ثلاثه المعالق كبار ديال سنيده وساشي واحد ديال الفاني وثلاثه المعالق كبار ديال الكوك قلتي لنا من نوع الجيد ياك. وعاد ديك الساعه نبقاو نضيفوا بيضه بيضه تقريبا ثلاثه ديال البيضات. بيضه حيت باش ما الا درنا البيض مع الحليب مباشره غادي يطيب لينا. واخا حنا كنضربوه حنا كنخلطوه ما غاديش صافي البيض غادي ما يبقاش يبان صافي غادي نخلطوه مزيان. غادي نديروه في دوك لي طاس ديال خاصين ديال الفلو. الا ما عندناش الطاس كنديروا انا بعض المرات في لي طاس ديال القهوه حيت دوك لي طاس كيكونوا كبار شويه لي طاس ديال القهوه كيكونوا شويه متوسطين كنديرهم في كنخوي فيهم هذا الخليط وكنديرهم في واحد الاله هذوك ديال الكيك ولا اللي كان واحد اللي يكون غارق شويه كنستفوهم وكنخويو عليهم الماء طايب كون الماء طايب خويو عليهم حتى يفوت النص شويه صافي وكندخلهم الفران كنشعلوا عليهم غير من التحت وكنقصوا النار وكنخليهم تقريبا واحد الساعه حتى الساعه وربع حتى كيبانوا لينا ملي كنحركهم نخلوا عليهم درك راه ما كيبقاو يتحركوا شويه ماشي حتى كيجمدوا كيجمعوش صافي ديك الساعه كنشعلوا عليهم من الفوق وكان يبان لنا غير شويه بدا كيتحمر من الفوق ما نخليهوش حتى كيطيب مزيان غير شويه واحد دقيقه كيبانوا كيتحمر كنجمدوه كنحيدوه من داك الماء السخون كنديروهم في واحد الصوينيه وكندخلوهم للثلاجه حتى كيبردوا كيجي داك اللوغو ديال الكوك وفي الدار والوليدات وحتى الكبار ديسير وداك الشيء شي حاجه رائعه. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه سعاد كيف ما عودتينا دائما. شكرا لك بزاف سعاد من تيزنيت على كل هذه الاقتراحات يعني سهله وبسيطه جدا. نتمنى انكم تكونوا سجلتوا معنا هذه الاقتراحات قدمت لنا مشكوره سعاد من تيزنيت. طاخت بالليمون وكذلك طاجين ديال اللحم بالفلفله ولي شوسون يعني العجين ديال لي شوسون ممكن يمشيو مالحين او حلوين وختمنا بالفلون بالنكهه ديال الكوك. فنتمنى انكم توجدوا هذه الاقتراحات لكل افراد الاسره ديالكم الصحه.